نبدو لنا طولة شوية. بسم الله نبدو. اليوم نبغى ناخذ ثاني سيشن في الكورس الجديد جنوس سلاش اكس ليفل 2. سيشن 2 تتكلم على ادفانس نتورك كونفيجريشنز. اوكي السيشن الاولى كانت على تكست مانيبيوليشن، لنا خمسه برامج. اليوم ناخذ ادفانس نتورك كونفيجريشن. اذا في نقطه هي من امس اللي هي كت ناخذها لما بنخش في العمل، فتو خلينا نعطوا سلايد بتاع ادفانس نتورك كونفيجريشن. اول سلايد عندك ديبيان اوفيشال نتورك كونفيجريشن سايت، عندك تخش على الويكي بتاع ديبيان ويكي دوت ديبيان دوت اورج سلاش نتورك كونفيجريشنز، جميع الكونفيجريشنز غادي، جميع المانوالز غادي وديما ابديتد، يعني لما تتغير حاجه حتى قاعد باذن الله ابديتد في الموقع هو الويكي دوت ديبيان دوت اورج سلاش نتورك كونفيجريشن. اوكي انا 3 ways to configure a network. ديفولت واي هي في فايل اسمه انترفيس فايل، انترفيسز كونفيجريشن فايل موجود في سلاش اي تي سي سلاش نتورك سلاش انترفيسز. هي مكتوب عليها ان هي فور بيزك اور سمبل كونفيجريشنز، على حسب اليوز بتاعك كيف تستعملها. حتى في سيرفر كان انت اليوز بتاعك مش معقده اكثر من هيك، ما تبيش تدير بوندنج انترفيسز وفيلانز وحاجات اكثر من هيك، فهي ممكن في العاده تكون انوف. نتورك مانجر اللي هو نفس اللي نستعمله فيه اللي استعملناه في الجنوم اللي قوي بتاع الجنوم جرافيك يوزر انترفيس، هو نفسه نتورك مانجر فيري سمبل تقدر تستعمله عن طريق جوجل. وفي بعدها سيستم دي اللي هو حركزوا عليه شوي، حناخد زوز احنا انترفيس وسيستم دي. نتورك مانجر اوريدي كفر. اوكي السلام عليكم. انترستنج بوينت تو ميك ان سيستم دي تو حاليا من سنتو اس 7 حتى سنتو اس يستعمل فيه، في امس قال لي يبي حتى سنتو اس، الطريقه اللي بناخذوها اليوم تمشي سنتو اس وديبيان من 7 فما فوق، تمشي حتى في فيدورا. الانترفيس كونفجريشن فايل صغير شوية تكسر the interfaces configuration file. Debian's network interfaces can be configured in two places. The primary location for network configurations is in the /etc/network/interfaces file. هذا فايل اسمه interfaces موجود في network directory. Second location for network configurations is under the /etc/network/interfaces.d. هذا هو directory موجود فيه تقدر تحط فيه عدد من network files. وكل نتورك فايل يمكن يكون فيه سيتنج معينه مثلا للانترفيس معينه. يعني انت يعني لما عندك مجموعه كبيره من الانترفيسز مش لازم تحطهم كلهم في فايل واحد، الكونفجريشنز بتاعهم تقسمهم لكذا فايل وتحطهم في الانترفيسز بتدي. اوكي. We can drop network configuration files rather than storing everything in the interfaces file. اوكي. Interfaces file من شنو يتكون؟ عندنا طبعا هذه زي ما نقول اكزامبل بيزك كونفجريشن. في حاجتين بنعرفش معناهم اللي هم حيكونوا في اول سطر الاوتو والاوتو او الالاو هات بلوك. اوتو شو معناها؟ معناها ان الانترفيس هي تطلع اب اون بوت، او ما يدير بوت سيستم تاعي الانترفيس هي تولي لينك اب كان هي بلوك دين، او يستنى لين تولي بلوك دين وبعدين يرفع نتورك الانترفيس هي اب. فايل زي جي الاكستنشن بتاعها. نعم ما فيش اكستنشن فايل انترفيس فايل ما فيش اكستنشن اسمه انترفيس. ما استركز على موضوع اكستنشن هذيك ويندوز ثينج. ما فيش اكستنشن فايل بس هيك اسمه. يعني علاش اي اكستنشن؟ عندنا اوتو ات زيرو معناها انه يا بيخدم اون بوت يا بيخدم اول ما ندير له بلجن الكيبل.
او ان نولع مثلا سويتش من جهه ثانيه او حاجه زي بس تشويس فور اني تي بي سي اي اي اور سوك. يعني هنا لما يعني عندي الانترفيس هي كونكتد تو ذا مذر بورد بي سي اي اكسبرس او حاجه زي كده هذا احسن اوبشن. الا كان انا ما بيش يولع عن بوتن بنولع مانولي هذيك مش يعني عندك ممكن حالات معينه تقدر هيك معلش صوت الفايل هو الانترفيس الأول. هو كذا هذا كله على الانترفيس. احنا هذا كان ثاني في نفس السنتكس هذا يعني بيكون في الاي بيز اللي هي بتاع الفيزيكس سوكس بتاع الانترفيس. كان انت مثلا دايره ستاتيك طبعا تقدر دي اس تي بي. لا لا نقصد لو اني منير مثلا بدير فيه زي فيرشوال داخل السنتكس مع الديبي نفسه تقدر دير الطريقه. لا يعني حتى في نفس الفايل بيكون تقدر تدير هيك. لكن انت في العاده كنت تستعمل حاجه اسمها اي بي تيبلز. كان كنت تتكلم عليه موضوع دوكر حيديرهم براحه يستعمل في الاي بي تيبلز وهو لاير اون توب اوف اي بي تيبلز اون توب اوف كونتينر دي يعني ماتش ايزير بخصوص اللي هو السوكس الفيزيكال. الفيزيكال في العاده بستعمل الفيزيكال. فيزيكال هو مثلا بريدجز وبوندد انترفيسز. فمره ثانيه اوتو تستعملها للحاجات اللي زي بي سي اي اكسبرس باش يخدم اوتوماتيكلي. الاو هوت بلوك في العاده بتكون يو اس بي او حاجه ثانيه بيستنى الكيرنلز والدرايفرز لان بي درايفرز اليو اس بي مثلا وبيستنى اليو ديف والحاجات هاي زي ما خدنا قبل البوتنج سيكونس. يعني شبه انت من البوتنج سيكونس بكره بيدير ديتكشن للديفايس وبعدين اي بي لينك ست ديف اب. The only thing that can deal with annoying USB is SDIO and etc. هوت بلوك كمان هنا عندنا اكزامبل كونفيجريشن درت اوتو. انا عندي انترفيس اسمه ايثرنت 0 ايت 0 ودرت لها اوتو بس تخدم اون بوت ولا اول ما ندير لها بلوك الكيبل بتاعي مثلا اي فيس هي كيورد ديما موجوده نكتب بعدها اسم الانترفيس اي نت حتى هي ديما ثابته وهنا نكتب ستاتيك نكتب دي اتش سي بي. طبعا كان نكتب دي اتش سي بي وصلت انا تميت كان بنكتب ستاتيك نعطي على الاقل حاجه اي بي ادرس وجيت حتى جيت واي مش لازمه طبعا لان انت مرات تبي تتصل في نتورك هاي بس بتحط ادرس وجيت واي ويمكن تزيد حتى دي ان اس لكن دي ان اس حناخده عليه في اخر سلايد لان فيه شويه تعقيد ضبط تمام. بعد بالنسبه للانترفيس فايل انترو ليه واضح ولا فيه مشكله؟ لا بس تفضل هذه مشان عرفت الانترفيس انت اي تي اتش 0 كان عندي اكثر من انترفيس عرفهم تحت بعض هو حيعرفهم سيستم بروحه. انت يعني بتدير مثلا كوماند اي بي اي دي ار شو او كوماند ثاني وحيطلع لك الانترفيس واسميها وانت بعد تاخذ اسم تاع الانترفيس بالضبط بالضبط الاسامي حيسميهم هو في العاده هو مرات اي ان اس حاجه كل فيرجن يغيره على حسب كل حتى مدري بورد علاقه الانترفيس معطي الاي بي لا مش حتسميه مش حتسميه معطي الاي بي بالضبط تلقى بتدور اسم الانترفيس بالضبط انت حاسه حتلقاه هنا من الاول هو المفروض حتلقاه هنا ممكن تلقاه دي اس تي بي من الاول. احنا طبعا حنخش في العمل حنوريك كيف نلقى طبعا هو سيستم هارد ديسك فيلير فمول على لايف سيستم باذن الله يمشي الحال تمام. بعد هو حتلقى الانترفيس مغادي بعد حتلقاه مغادي وتغير فيه زي ما تبي. هذه اسهل طريقه يعني 99% of the time in my experience I didn't need to use anything in the system دي مثلا بس عارف كوماندز حناخذهم كلهم كوماندز بتاع البرامج بتاع النتورك اللي هو ليفل كوماندز الفايروال كوماندز وغيرهم. لكن في العاده هذه اهم حاجه هذه ودي ان اس يعني هذه اقل حاجه بيزك باش تخدم بها السيرفر بتاعك. اكثر من هيك مش حنتعمقوا هلبا احنا في موضوع البوندنج انترفيسز متى تبدي تو انترفيسز بتحصل 2000 ميجا بس بالسكند وحاجه زي هيك حنعطيك كيف تنتقل عليها بس. لكن ايام هم ضروري تعرفوا هذا كي كنت بتخدم سيرفر ضروري تعرف صفحه هاي انترفيسز كونفيجريشن فايل تمام. بالنسبه للنقطه هذه سيستم دي هذه اللينك بتاعها debian.org/docs/manual/debian-reference the modern network configuration without boy هذه في الاشتمال تلقاها تاج the modern network configuration without boy without graphical user interface هذه بشتقر عليه بالتفصيل اكثر. السيستم دي موجود فيه العديد من البرامج منها برامج اسمها Network Optimization Tools موجودين كلهم في نفس الواحد يعني كل الصور والحاجات واخذهم من
الديبين دوكيومنتيشن اوفيشال نفسه. يعني لما بتصير اي ابديت في الديبين تلقاهم في اللينكس هم باذن الله. يعني لان كل شيء يتغير كل 3 شهور عند كرنل جديد، كل سنه يمكن يطلع ديسترو فيرجن جديد للديسترو، حاجات تتغير. فديما بترجع الدوكيومنتيشن تاع الديبين فيري امبورتنت. عندنا مجموعه تولز اسمهم نتورك اوبتمايزيشن تولز، تستعملهم احيانا حسب حجم تاعك. في اي اب توب يوريك باندويث يوزج انفورميشن اون نتورك انترفيس، يعني نعطي نتورك انترفيس يعطيني الباندويث نتاعها وهكذا. اي بي اي ار اف انترنت بروتوكول باندويث ميجرنج تول، حتي لها علاقه بالباندويث. اي اف ستات ستاتستكس مونيتورينج، بي مون بورتابل باندويث مونيتور اند ريت استيميتر، its status script that quickly measures network device throughput, ping empirical stochastic bandwidth tester bwm -ng small and simple console based bandwidth monitor, its stats console based ethernet statistics monitor ipfm bandwidth analysis tool. كل الموجودات عندهم مانوال بتاعهم تعرف كيف تستعملهم، كل الاكثريه لهم علاقه بالباندويت وهكذا. هذا اسمهم نتورك اوبتمايزيشن تولز تبع سيستم دي، موجودات في ديبيان، موجودات في فيدورا و سنتو اس من فيرجن 7 فما فوق. في عندي كمان ثانيات ما حنستعملوهم هلبا، الاولاد ممكن مش حنستعملوهم بكر، هادو حنستعملوهم. لو ليفل نتورك كوماندز اي بي دي ار شو ديما نديرو فيها. طبعا في ديبريكيتد كوماندز كنا نستعمل فيهم قبل اوبسوليت، اما في الصفحه اللي بعدها والبدائل بتاعهم في التابل هي. البدائل طبعا البي دي اف موجود في السيرفر حاليا. عندنا اي بي دي ار شو ديسبلاي ذا لينك ان ادريس ستاتس اوف اكتف انترفيسز، يعني بيوريني الماك ادريس، اي بي ادريس، اسم الانترفيس وهكذا. بيوريني حتى لوب باك انترفيسز، فيرتشوال انترفيسز، كل شيء اللي علاقه بالنتورك في اي بي اي بي دي ار شو. هذا حل مكان اي اف كوم كان كنت استعمل لينكس 5 سنين فاتوا، كان اي بي موجود. راوت داش ان بيوريك الراوتنج تيبل انه ماك ادريس. شو هو اللي فيه فايل معين ولا هو يمشي في الفايل؟ لا كل حاجه فيها فايل هي. كل حاجه فيها فايل، مثلا الفايل بتاع الراوتس بالضبط مش نفكر سوا، لكن البرنامج يعرف حيطلع لك هيك لما تدير راوت فيه كيف حتى تغير راوتس وتزيد راوتس عن طريق راوت كمان. راوت داش ان يوريني راوت تيبل النوميركال ادريسز، اي بي راوت شو ديسبلايز راوت تيبل النوميركال ادريسز. Display all the routing table numbers. نفس الشيء هذا طبعا يصير في البرامج اسمها IP، هذا يصير في برامج اسمها routes، لكن نفس النتيجة في 2 commands. ARC يوريني ال content of the ARC cache table. ARC table هو ما فيه الماك ادرسز كذا اللي في السويتش. يطلع لي عن طريق command ARC. IP name display the current content of the ARC cache table. نفس الموضوع لكن من طريق ال IP command. IP command very advanced يعني very complicated، فصله عديد من الاوبشنز. الاربع هي اللي متوصلات معنا في النتورك. شو يقولوا اللوك نتورك تاعك من يواصل معنا. حاجات تبدي تشبه الماك ادريس تاعك في الارب تيبل. بي لوك ديسبلاي ذا تربل بي ديمون لوك. بينك تشيك ذا انترنت كونكشن تو ياهو دوت كوم، لما انت بينك ياهو دوت كوم هو از، هذا بيعطيني الريجستر الدومين داتابيس نتاع الموقع اللي نبيه. طبعا ما معروف الـ US، تقدر تشوف حتى في موقع ديديكيتد الموضوع هو تريس راوت، نفس الـ راوت تريسر ولا شو اسمه في الويندوز، في حاجة فيري سيمبل في الويندوز. تريس ذا انترنت كونكشن، تريس باك نفس الشيء، ان تي ار تريس ذا انترنت كونكشن ريبيتدلي، ديك تشيك ذا دي ان اس ريكوردز for a m x or any، يعني بيعطيك نوع ال DNS record في برنامج ديك. IP tables check the packet filter. IP tables طبعا هو برنامج كبير فصل جميع انواع الاوبشنز بتاع الناتنج والفاير وولز. اوكي احنا لما بنخلق الفاير وولز مش حنستعملوا IP tables directory، حنستعملوا حاجه اسمها UFW اللي هي layer on top of IP tables باش يخليها اسهل لنا. احنا تقدر تستعمل IP tables directory كانت netstat a find all open ports. netstat طبعا هو برنامج في العاده يوريك شنو الحاجات اللي عندك في جهازك انت كبورتس وكونكشنز ingoing outgoing في الجهاز بتاعك انت. ف netstat dash a find all open ports. netstat dash l dash i dash dash i net find listening ports.
NHTSA dash LM dash dash TCP find this in TCP ports numerically. NHTSA فيه العديد من الأوبشنز شجعك إنك أنت تشوفها في المانيول بس تأخذ فكرة أكبر عليها شنو يقدر يدير شنو يقدرش يدير لأن فيه هلبة أوبشنز بالنسبة للNHTSA في DLNT check the DNS zone information هادو low level network commands جزء منهم حنستعملوه بالذات اللي في البداية obsolete network tools في network tools كانوا موجودين قبل ما عادش استعملوا فيهم توا وهذه البدائل متاعهم البدائل متاعهم تبع باكج اسمها IP Router باكج هاي فيها مجموعة برامج منهم الـ IP كنا نستعمل في ifconfig very famous command كلها كانت تستعمل فيه توا ولينا ضروري نستعمل IP ADDR ifconfig كان obsolete في هلبة وكان قاعد خلوه في السيستم ممكن من قريب 8 سنين تو نحو نهائيا ما عادش موجود تستعمل كان IP ADDR protocol IP or IPv6 addresses on a device يطلع لك الادرسز بتاع الديفايس انا بنكتب IP ADDR شو لك هي نفسها حتى IP ADDR يطلع لك فيه route كان route او IP route بس يطلع لك IP route من entry ARP تو IP name ARP or index cache entry IPM ADDR تو IPM ADDR كان هو نفسه تو ولا فيه space هذا الفرق هو لان هذا ولا برنامج تبع كل متبع برامج اسمه اي بي يطلع لي مولتي كاست ادرس اي بي تانل ولا اي بي سبيس تانل تانل اوفر اي بي نيم اف القديم الجديد هو اي اف ري نيم نيم نتورك انترفيسز بيست اون ماك ادرس ام اي اي تول تو اسمه ات تول ايثرنت ديفايس سيتنجز التول هي موجوده حتى في ريد هات تستعمل في هلبه في عدد كثير من Firewall tools أهم حاجة IP tables Administration tools for net filter okay. في ARP tables Administration tools for net filter وهكذا EB tables IPT state وهكذا احنا يهمنا IP tables بس وإنه نعرفوه فقط احنا حنستعملوا UFW لما نبقى نعدله في IP tables سيستم اب سيستم دي نتورك دي طبعا عنده ويكي بيج ويكي دوت دبليو دوت اور سلاش سيستم دي نتورك دي اول كونفيجريشن فايلز ار جنرالي ستورد ان طبعا انا لما بستعمل سيستم دي نتورك دي بنطفي انترفيسز نمشي للفايل اللي هو فيه الانترفيسز بنغير اسمه لحاجه ثانيه باش ما عادش ياخذ بيه السيستم لما بنولع سيستم دي نتورك دي هذه طريقه ثالثه غير الانترفيسز تعطيني اوبشنز اكثر تمام هذه الويكي لينك بتاعها all configuration files are generally stored in slash etc slash systemd slash network note that the configuration files case is important match is not the same as match يعني case sensitive ال configuration هنا okay ال match segment nothing special يوريك تكتب فيه اسم الانترفيس فقط هذه زي ال 8 في ال في ال 8 0 في ال في الاكزامبل الاول ان ريل لايف يواجه فيها هيك الاسم دي مشكله هيك هيك فاكتوري اي ان اس دي ازادي تعطيه ماتش الاسم تاعه بعدين تعطيه نتورك وتعطيه الكونفيجريشنز نتاعك تاع النتورك اي بي ادرس جيت واي دي ان اس ودي ان اس حناخذه عليه بعدين في السلايد الاخيره بس نعرفه اكثر عليه تركز على دي ان اس البتو لكن تقدر تحطها هنا وتقدر تحطها حتى في الانترفيس الاولى تقدر تحطها حتى حاجات ثانيه Network connection bonding انا مش حنا نخش فيه Network connection bonding لما انت تبي تدير bonding لكذا interface ويدير لهم trunk configuration في switch باش يعطيك يستعمل bandwidth link aggregation يستعمل bandwidth من كذا interface مع بعضه double bandwidth او اكتر سيرفر مرات فيه اربع interface بيستعملوا كلهم مثلا يعني فهذه بتخش على اللينك هي باش تقرا عليها اكتر using systemd network d bonding DNS configurations in Debian. بس تقرا DNS configurations بتخش على wiki.debian.org/resolve.com. في عندي فايل اسمه resolve.com /etc/resolve.com. هذا الديفولت فايل اللي فصله DNS configurations بتاعي. لما انت تستعمل نتورك مانجر زي ما عندنا في الجوي حتلقاه هو كاتبه من قبل تقدر تغيره. هذا باي ديفولت هو هذا اللي يستعمل فيه. وحيدير اجنور لاي حاجه موجوده في الانترفيس فايل حياخذ من هنا دي ان اس يعني اذا كتبت دي ان اس غادي وهذا موجود ما فيش فايده ما هذا هو اللي حيمشي
تمام. The configuration file contains information that allows a computer connected to a network to resolve names into addresses. Obviously. No, do not confuse this configuration file with the program resolve com. Okay, program اسمه resolve com براها ومش download مش installed by default في Debian. Which unfortunately has a nearly identical name. Debian provides two packages, each of which contains a program named resolve com. يعني packages زمان موجودات في ال sources بتاعك تقدر تنزل برنامج اسمه resolve com. Which may be used to control or outright prevent the alteration of such a /resolve.com. يعني هو بيكون layer فوق الفايل هو بس تعدل منه وبس ما يخليش حد تاني يغير في الفايل هذا. By various network programs. يعني بس تستعمل برنامج واحد هو اللي بيستعمل فيه وأي DNS entry في أي برنامج تاني ما عادش له علاقة لما بتنزل برنامج resolve.com. These packages are OpenResolve and ResolveConf. هما الباكجز اللي يعطي فيك ResolveConf. They conflict with each other. يعني بتنزل واحدة بس. Because they literally both provide the same program. زوز بهم نفس البرنامج اسمه ResolveConf. فبتنزل هذه هذه. So you have to pick at most one of them. Okay. These packages include various configuration files for other packages, such as IEC DHCP client, for example, ResolveConf. Includes a file which modifies the make resolve conf shell function used by HTTP script. Okay, يعني ممكن لما بتحول السيستم دي نتورك دي ممكن أحسن تستعمله هو لكن مش ضروري. هذا option موجود عندك تقدر تستعمله. برنامج بتنزله وتقول تستعمل فيه هو بس تعدل DNS entries بتاعك. If open resolve is installed, you can tell it to do nothing whenever some daemon tries to modify the resolve conf by putting resolve conf equals no in the configuration file بتاعه. يعني هيك كان حد كان في حاجه ثانيه يحاول تغير غادي بيدير لها ignore الحاجه هذيك زي ما دزنا. If resolve conf is installed, طبعا هذو different programs, resolve conf, open resolve, and if you are using up down, if up down to configure your interfaces, you can use DNS name server entries in the appropriate stanza in the network interfaces. يعني كان انا نزلت resolve conf ونستعمل في الـ IF up down بس نرجع ونزل الانترفيس بتاعي نقدر نستعمل الـ DNS entries اللي في الانترفيس فايل. يعني هيك لما بالحاله هذه يولوا الـ DNS entries اللي في الانترفيس فايل في الاكزامبل الاولى يولوا يخدموا. كان ندير هيك في العادة هما مش هيخدموا لين تغير في الريزولف في الكم براحة. مفهومة النقطة هي هذه مهمة شوية. اوكي اوكي عندي الانترفيس فايل هذه اكزامبل انا حطيت ادرس وجيتوي ما حطيتش تحت دينس. نقدر نحط دينس نيم سيرفر ونحط اي بي بتاع دينس ونقدر نحط اكثر من واحد طبعا. هذه لما بنديرها انا باي ديفولت مش هياخدها ما فيهاش فايدة هو مكتوبة تقعد لكن ما مش حد ياخد بها السيستم. شن حياخد؟ حياخد بها هي الـ /etc/resolve.com هذه اللي تمشي في السيستم باش تدير DNS بتاعك. DNS بس. DNS بس. كان نبي نقدر نحطها هنا كان نبي نحطها هنا وتمشي هنا نبي مثلا الجريس بتاعي كلها في مكان واحد في الانترفيس فاير شن بندير؟ بيكون عندي منزل resolve conf وبنستعمل if up down وهذا بعدين بننزل ال DNS line بتاعي هو DNS name service بنحط IP بتاعي دوكا بيمشي هو ال resolve conf هذا كمان يمشي. كيف تكتب domain name server عندك في المربع؟ هذه نفس ال 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 example الأولى. أنا غلطت في تاسيب شوي. إيه هما مش حيمشوا باي ديفولت تو كان مكتوبه معناته تو مش حيمشوا. امتى يمشوا؟ يمشوا لما ننزل ريزولف كونف و يعني هذه هي اهم حاجه ننزل ريزولف كونف نحطها ما يبدا يمشي في السيستم دي حتى سنتوس سنتوس 7 فما فوق وفي دوره لا سمح مش سيستم دي مش سيستم دي انترفيس فاير يعني اي ديسترو يستعمل في انترفيس فاير تمشي معه بطريقة هذه. تخبط له مش السيستم دي. في السيستم دي براحة وانترفيس فايل براحة ونتورك مانجر براحة.
بتنزل ريزولف كونف كانت تبي كونفجريشن تاع دينيس نيم سيرفر بتكون هنا بتنزل ريزولف كونف عندنا زوز برامج اوبن ريزولف وريزولف كونف بتنزل ريزولف كونف كانت تبي كونفجريشن هنا في الانترفيس فايل بتاع دينيس هنا دينيس سيرف طبعا هو لما تكتب حاجه من غير يعني ما يكونش ادرس تام ايش يقول الاخر الجزء الاخير هو اي حاجه هو تقدر تكتبها هنا باش يبحث يعني زي الدومين بتاعك الشركه بتاعك مثلا انت مسارات دوت الواي اي حاجه ثانيه دوت مسارات دوت الواي تبيش تكتب مسارات دوت الواي كل مره انت عندك واحد دوت مسارات دوت الواي تكتب واحد بس بدير هنا مسارات دوت الواي حيزيدها براحه الدومين الاخير باقي الدومين بتاعك واضح حكي تبوا اي حاجه نولي لها شويه لكن قطعت امتى لقدام هو بنعطي امتى شويه لكن نبو ماذا بينا نركبوا الجهاز هو بكيبل كيبل نبو بس نجربوا الاكسبريشن انتم ما وتتوش سيرفر ولا حاجه وضوء معناها لحد اشرح لي ايه كلمتش فيه واحد فاش راكم مش راكم راكم طيب موضوع البوندنج انا بصراحه مش خدمه قبل موضوع البوندنج لما عندك اكثر من انترفيس وتبي تجمعهم مع بعضهم يكون ترانك كونفجريشن او ال اي سي بي في السويتش ما قدرتها كثير لللايف لكن تقدر تقرا عليه عن طريق الويكي بوندنج باذن الله مش صعب باذن الله 5 دقائق كثيره عادي عادي او تقدر الانستلاشن عادي ديروا الانستلاشن هي تبدا عايز الموجود تحطها به مجرد ابطالنا الوزر بتاع الانستلاشن عادي كيف هذا لايف سيستم يعني عندي مشكلة مرات توصل ربع ساعة كتلت ساعة وصل لايف سيستم يعني كان يبي ريبوت ما هنا ما كم يبقى
اوكي فتو احنا نبغى ناخذ الكات كوماند من اخر سيشن اللي امس ما اخذناش الكات كوماند اللي هو تمام عندي تكست فايل هيك الحجم بتاعها هيك ما عبارة عن لست واخدها من الليست تمام برنامج كات شنو يدير كات بيعطيني سكشنز فروم ايتش لاين اوف ذا فايلز يعني انا عندي الفايل هو نبي ناخذ منه مثلا اول حرفين اول حرف واخر حرف ياخذ في بايتس وكاركترز بالضبط في البوست بتاع شو قلت بايت بايت وكاركترز يعني هنا بايت لانه هو بيد البايت السترينج ولا تقدر تحدد اي بايت تبيهم وتقدر تحدد بالكاركترز اي كاركتر تبيه فيري سمبل بروجرام ديرو كات نجربه بالبايت الاول 1 2 3 بليست تكست فهيك يعطي فيها اول 3 حروف اللي هم اول 3 بايتس ايش كوماند هو هذا برنامج اسمه كات يقص لحسب البايتس والكاركترز على الاقل هذول الحالتين اللي بناخذهم احنا ماينس بي معناها بايت وداش سي معناها كاركتر ايوه 1 2 3 يعني الفايل عندي فيه هيك كان حروف كلمات تمات هيك وهو اوتبوت بتاع ال اس حطينا في الفايل ففصح فايلات هيك بالطريقه هذه قسمناها قلت له اعطيني اول 3 بايت فقط تقدر تقول اعطيني اخر 3 بايت تقدر تقول اعطيني اخر 3 بايت كنت بتعطيه الاندكس اعطيته هذيك في البرمجه هنا ما نعرفش كيف بتجيب اللينك يمكن بتجيبها من عن طريق او برنامج ثاني انت كيف بدي بتبحث على اللينك بتاعهم كلهم ولا تبي تعطيه على كل فايل على كل لاين لكل كلمه بدي كت لاخر 3 حروف لكل كلمه زي تو اول اللي بياخر اه ما نعرفش بصراحه تبي ندور لك اليوم لحد نعطيك اجابه تامه كانك انت تبي دوره الموضوع تمام ما عندكش مشكله تمام وهذه لكل لاين مش لكل كلمه هذه ولا لكل لاين كل لاين كل لاين مش كل كلمه ما برا الفايل لو نفسته كل لاين نفسته كلمة إيه يعني ممكن يكون فايل فيه كلمات أطول من هيك مثلاً أنا نجي ندير إكو very long word أوكي يا ترى كمان أعطيها double directive list the text تو أنا لما ندير كات list the text نفسته very long word نجي نعاود نفس الكوماند اعطيني فير بس اول بالنسبه للكاركتر نفس الشيء نفس الاوتبوت على كل حرف هو يحسب فيه باي يا باي في الحاله هذه هيك هو لكن ما ينفع على كده في حاله ثانيه لأن بالانجليزي فاسكي 1 بايت الكاركتر يمكن لو لغه ثانيه او حاجه ثانيه لو لغه ثانيه يمكن يختلف الوضع لو كان ضفت مثلا ارقام لمدير الكاركتر المفروض ما يجيبش ارقام لا الارقام حتى ما كاركترز لا يعني
ارفع قدامك يا رب. لا لا كنت اعتبرها كاركتر. ايش الفرق بيناتهم؟ انا زو زي بعض ناقصين ولا ناقصين؟ واحده بايتس وواحده كاركترز. ترى قلنا ما نتكتب خشيت السي شي فرق. ايش انت بتدور بالضبط؟ السي والبي هم نفس بعض لو كانت باللغة الإنجليزية. لأن ده سي كاركترز select only these characters. كاركترز طبعا هم عبارة على الاندكس بتاعهم لسته هي تحط فيها الاندكس. تحط فيها الاندكس بتاعهم يعني هنا الرقم على حسب الاندكس بتاعهم. select only these bytes. وزي ما اوكي في القزوه فيري سيمبل بروجرام اوكي مانوال تاع فيري سيمبل هو بايت كاركترز زي ما قلت في حاجات غير الاسكي في لغات ثانيه يمكن ما يمكن كاركتر يكون اكثر من بايت في حاجه ثانيه ما نعرفش لكن هنا في الاكزامبل بتاعنا هو نفسه هو تقدر الفايل تقريبا كانت تغير له الفورمات بتاع يوني كود 8 ولا يوني كود اكثر هيبدأ الكاركتر فاست أكتر من 1 بايت أو تكتب بالعربي تغير الفايل يعني مثلا نكتب بالعربي طبعا خلينا نكتب بالعربي وفي عربي في العربي الوان كاركتر اكثر من 1 بايت 4 بايت تقريبا على حسب طبعا فهتفرق لك تو بين الداش سي والداش بي لما تجي له داش بي ايه بالعربي حيشوف اندكس واحده كل حرف اندكس واحده هذه لما تقولها داش سي تدور على كاركتر لكن لما تقوله داش بي هيبدا يشوف فيها بالبايت كلمه مسار هذه داش نعم مدرسه داش كات 129 جربوا باش نعرف العربي طلع لنا اكثر من كاركتر هو كاركتر احنا عندنا كاركتر جربوا بايت نفسها قاعده نفسها يعني. دير واحد بس ترى بايت واحده ولا كاركتر واحد هذه بايت واحدة كاركتر واحد بيجيب هالميم كامل هذه كاركتر واحد نفسها تمام الفلوس هذا مش ما خلص على العرب نعم؟ لا المهم ما نبدي يدير لكن حتى في الفيرتشوال يمشي نعم؟ نفسه. هنا هو رقم هو كاركتر. تمام. بالله ترى دير لو تديرها أول أربعة. لكن هذا. ما بس بس. ممكن تمانية. توم رجعت نزيد نشوفكم أنا بالضبط كيف الفرق بيناتهم كيف.
فورمات بتاع التكست هو اللي تختلف ثابت، لكن ما دام كلاسيك حال ثابته نفسها من بايثون كر. نبي نشوف الانترفيس فايل بتاعك، فبنجي ندير كات للسينتر انترفيس تمام. ف طلع لي هيك انا عندي كونفجريشنز هنا مدايرين عن طريق نتورك مانجر. DDR show باش نشوف ال الاي بي بتاعي. اوكي عندي اي بي هو ان بي او اس 3، احتمال اني نقدر ندير ل ان بي 0 اس 3 هنا يعطيني بتاع الانترفيس هاب، لكن عرضت الانفورميشن بتاع الانترفيس هذه يعني بالحالية نغير من استعمال نتورك مانجر لل الانترفيس فايل. ضروري تجي دير على طريق الروت. شنو باخد؟ 10-20 تكامل. لا تشينج مي كامل كالروت. تشينج مي. تشينج مي. تراك تبدأ. كل اسمه. Thank you.
في واي فاي، هو الواي فاي بتاع سيرك مطفي لان الواي فاي بتاعي وقف. مش كان في تغطية يا شيخ، حتى التي 4 جي، التي 4 جي في تغطية لكن وقف، والواي فاي هو مطفي ونت شفرة ما فيش بكرة. طيب هو شنو هو؟ قست مطفي تو حاليا ما هناش تو نت شفرة اختم لي لك. تو وراح تمام تو طلع لي 100 طلعت الصفحة ما شنو يستاهل اوكي. المهم انا شنو نبي ندور، نبي النتورك مانجر اللي هو هنا ما نبيش يدير كونفليكت مع اللي نبي نستعمله هنا اللي هو الانترفيس فايل. فحسب الدوكيومنتيشن هنا قال لك انه تقدر توقفه وان النتورك مانجر والاونلي ما عادش الفايل، لا ما عادش الفايل، النتورك مانجر بروحه ما ليش علاقه بالانترفيس ولا السيستم دي تبع الجنوم او مش تبع الجنوم بالضبط، تقدر تستعمله انت بروحه لكن ما ليش علاقه بضبط بروحه زي الاوفرايد. لكن هنا قلت في الدوكيومنتيشن قال لك النتورك مانجر والاونلي هاند الانترفيس از نوت ديكلير ان الانترفيس فايل، يعني انا المفروض لما ندير ديكلير في الانترفيس فايل يوقف النتورك مانجر انه يتحكم فيها، ما عادش يتحكم فيها. انا على طول بنوقف السيرفس بتاعه و بنحطه في ال انترفيس فايل و ازبر ديكومنتيشن المفروض ما عادش يتحكم فيه فيها، لكن المفروض انا نوقف الديمن بتاعه ونولع مره ثانيه باش تشينج ياخذ افكت. انا تو نبي ناخذ اسم الانترفيس نفتح نتورك جديدة نسميها My New Wired Network، هو معروف على اساس وايرد يعني ماشي الحال. هنا وايرد نتورك ندير له اوتو في اسم النتورك نكتب له iFace باسم network نعطي inet static ويطلب نبدأ نعطي فيه address، نعطيه في الدفاع بعتاب ولا حاجة، نعطي address
نعطيه جيت واي. اوكي ونبي نسيف نحاول ندير ريستارت النتو كلها. انا طبعا مشكلتي ان النتو مانجر موجود لان انا جوي سيستم بس فمش ثاني ف ستيل ستوب نتوركين نتوركين دوت سيرفيس ستارت. فحاليا شو صار مع نتورك مانجر؟ ولا واخذ النتورك القديمه واخذ الجديده خلاص. انا مشكلتي ان نبي نطفي النتورك مانجر الاول بس ما عادش يقدر يعطيه الاي بي ادرس الاول اهو عشان يمشي الاول. ولو دير ريستارت يمكن يمشي هيك لان هو النتورك مانجر يدير في تشيك للنتورك هي لو موجوده في الانترفيس المفروض نغير فيها شيء. لكن انا لتو ما لقيتش كيف نغير نسكره يعني الكوماند لقيتها ما مشاش معي ما لقيتش حاجه اسمها نتورك مانجر. جهاز كلها؟ لا بيم. جرب مديره الستارت. درت ريبوت وما خداش الا لما روت تقدر تقدر ريبوت وفي كمان فيكم لا سودو يا سودو ريبوت يعني انك تكسر الروت ديرها وفي كمان ثاني اسمه شت داون ناو كنت بدير نتوركينج سيرفيس هي بتاع النتورك كلها. لكن انا السيرفيس اللي نبي بجديات نديرها ريستارت هي نتورك مانجر بالضبط. لكن ما لقيتهاش بالضبط. اللي هو 10 اي واحد 50 يا هو اوكي توا هنا ما عادش طلع لي حاجه في النتورك. النتورك هنا فاضيه ما فيهاش انترفيس. توا هنا نكبر الشاشه توا هذه الكونفيجريشن بتاعي قاعده هنا ديرو اي بي ديرو شو اي ان تي ديرو ستريم مش مخالش هذا كل شيء. اوكي توا انا الانترفيس بس هي اللي ماشي عندي اي بي ادرس هنا وعندي برودكاست ادرس هو وهكذا نقدر ندير اي بي راوت يطلع لي ان عندي جيت واي اللي هي هذه ديفولت جيت واي دوت 1. يعني انا هيك بشت الامور زي ما في قريت في الدوكيومنتيشن لقيت ان لما تغير لما تكتب الانترفيس تعرفها في الانترفيس فايل النتورك مانجر ما عادش ياخذها لكن ضروري تطفي النتورك مانجر. النتورك مانجر ما لقيتهاش كسيرفيس معرف فاضطريت ندير ريبوت. ما فيش ما فيش كتبتها من راسي طيب ما فيش حاجه تبي تبنق على روحك كان شويه بس دوت
77 بت 7 الاثنين بكتب السبعة البت 1 ما فيش لان ما فيش حاجه اصلا في مثل المكان بالطريقه هذه. احنا يمكن نغيره على دي اس بي وناخذ الكونفيجريشنز اللي هي بديفولت تبع الفيرتشوال بوكس وبعدين نضيفها براحتنا. شوف نظر كذا تبع الفيرتشوال بوكس يعني هذا هو اللي بيصير وناخذ منه واتي طول قصده ماشين هذه لا ماشين سيتنجز نتورك ولا ما فيش اي بي هنا خش ويندوز انا كيف كنت بنديرها تو كنت بنديرها بدي اتش تي بي ما غير كذا اسرع احنا اصلا بنتعلموا كيف ندير كل شيء خذ ورا كم نجي هنا ندير له كومنت كومنت معنا كأنه مساحته طبعا نجي هنا دير كنترول اكس واي انتر وكل عندي سؤال طول لحظه بس خلينا نديرو سيستم سي تي ال ريستارت نتورك طبعا ترد بالك لما بدير كوماند زي هو اوفر السيتش لان حيفصل عليك السيتش حياخد اي بي ادرس جديد ويمكن تغلط فانت ديما تبي تدير مش نقول له سكازي سيريال كونكشن ولا حاجه زي ولا تدير ولا تخش على الديفايس فيزيكلي لان في احيانا كثيره ممكن تغلط هي حاجه ممكن تغلط فيها فتو خلينا ندير اي بي خلينا نفس الاول فتو خذ اي بي ادرس هو تمام فخلي نسجلوا الاي بي ادرس مثلا في شاشه ثانيه ويكون قاعد قبل جيتو كده برميشن كونكشن مش رابط انا مش رابط مش قصته نت انا ثاني اتصل بالجيت واي بس ديروا اي بي راوت يطلع الجيت واي بتاعي اللي هو هو تمام يعني هنا هذه بتاع الفيرتشوال بوكس هذا الاي بي بتاعي وذاك الاي بي بتاع ايش اسمه خلينا نديروا فايل جديد هنا اسمه فيرتشوال اي بي اسمه نحط هو هنا ونجي نحط هنا باش ما ننساهمش هاي تمام طيب يمكن ندير عليه فينج موجود هذا الجيت واي بتاعي تو خلينا نغيره في ال نغيره في ال في ال في ال سيلكت بتاعي نديروه هنا كان دي سي بي ستاتيك طبعا الاوتو هي كانت تحولها زي ما قلنا بكري بتولي عندك بتولي عندك مشكله ضروري تولع الانترفيس بتاعك بالايف اب داون مانوي فمهمه جدا ضروري تخليها ولسه ما هو تقريبا طبعا خليها في حاله يعني انه ممكن تصير ريبوت نعم اسم النتورك هو خذيتها من الماك ادرس ولا منين خذيتها درت اي بي اي دي دي ار شوف هذا اي بي اي دي دي ار تمشي اتصال ادرس اي دي دي ار IP space DDR. هذا خاص باللي عندك هنا من الجهاز. اسمه هو. خاص بالانترفيس هاي يعني طبعاً يمكن يكون عندي أكثر من انترفيس. هذا اسمه. بتدور أنت بتلقاه. تمام. فتوه خلينا.
هكي طول ديلا سيستم سيتي هيل ريستارت نتوركينج طول طول ديلا اي بي هذي ديار شو يطلع في الانترفيس هي عنا الاي بي هو هو واخد احنا هو واخد 16/8 احنا نديرو 16/24 باش يولع الراوتينج للحاجات اللي برا النتورك هي 16/24 تقدر تاخذها هنا توزيع ومعنا في اوبشن انك تديرها سبنة ماسك حتى على طول ديروا لها ريستارت طبعا ضروري دير ريستارت للنتورك سيرفيس كل ما تعدل في الفايل وبعدين دي ندير اي بي دي ار شو هيك ولا 24 عندي هنا نجي ندير بينج الجيت واي موجود كيف يخدم نت من الشفر من الواي فاي مثلا كيف نوصل من برا من برا صورة مثلا ايه ننزلها كلها بعدين هنا انا الثاني على اليمين شوي هذه ايوه في الواي فاي استنى افكر افتحها ولا اخش من السيتنجز تاكت هي خرطه زي البق اخش من السيتنجز ولا الكيرنس في الكونكشن او حاجه زي تو ارجع اعطيته فوق هي هذه في ايوه بلوتوث نتورك واي فاي تو ولعنا النت من غادي تو في نت باهي اش نبي ندير انا تو نبي نشوف دي ان اس تكش. مش قلت لنا نبي نديرها بالانترفيس حتى الدي ان اس على ايه ايه تنديروها غير الاول خلينا نجربوا الطريقه الاولى قبل احنا الطريقه اللي هي باي ديفولت لان مرات ما تحتاجهاش انت بتنزل برنامج ثاني في السيرفر نتاعك مرات على حسب انت احتياجك حنديروها حنديروها لما غير ان شاء الله في وقت هو راه قاعد تبنك على جوجل شنو نعطيك احنا نبي قبل نبنك على جوجل انا ما يهمنيش يخدم ولا لا يهمني اي سيرفر يجرب ديفولت شنو فيه؟ فيش ديفولت بيخدم دي اس بي هو خدام دي اس بي ممكن بكري خلينا نشوفوا احنا شو مكتوب خلينا نشوفوا احنا شو مكتوب فاست نيم سيرفرز محطوطات بالديزاين النتورك مانجر من قبل ايامات كان يخدم حط جوجل وكلاود فلير تمام يعني هنا نجي نعدل فيهم سلاش تي سي سلاش ريزورت دوت كوم خلينا نمسحهم زي ما بيقولوا اوكي ونجربوا توا بينج مش معروف تبع معاش يقدر يعرف اي حاجة لين نجي نعدل فيه مرة تانية هذي بدي فوتيك يختم انا مثلا بدي كلاود فلير تبع حاليا يختم دي نس يسعى في كلاود فلير اوكي طبعا كان جي انا نغير في نانو اي تي سي نتورك انترفيسز نجي هنا نحط دي ان اس نيم سيرفر ديرها مثلا 8 8 8 8 يطلع من هنا ونولي نحي الكلاود فلير من هنا تعرف نعم المفروض يقدر يوصل فعلا انه نعرف
انا لا المفروض مش حيستعمله لانه غادي مش حياخذ بيه بعد مش حياخذ بيه غادي بانك تو حيخدم على خاطر مازال ما خشاش ال مش تمام مش هيطول لانه هو ريزولف كونف فهو مش سيرفيس هو السيرفيس اللي يستعملوا فيه هو فايل لكن خلينا نديروا سيستم سي تي ال ريستارت نتوركينج باش تمشي الكونفجريشن اللي غادي اللي كتبت فيها دي ان اس نتاعي وشوف ان النتورك كونفجريشن دي ان اس هذيك مشت وقاعد ما يقدرش يلقى جوجل على خاطر ال يعني هذيك الكونفجريشن ضروري تنزلها برنامج ريزولف كونف باش تمشي ضروري تنزل ريزولف كونف باش الدي ان اس نيم سيرفر تمشي في النتورك انترفيس الدي ان اس نيم سيرفر انتريز ان ذا ابروبريت ستانزا ان اي دي سي سلاش نتورك سلاش انترفيس هذيك ما تمشيش لين تنزل ريزولف كونف ف يمكن نديرو ابت ابديت اند اند ابت انستول ريزولف كونف من غير اي يلا داش واي باش ما يسرقش بعدين ويوقف سورسز مش معدل عمره هو اصلا ما يبنكش عن النت فلذلك ضروري من فشل نت 2 وتي سي ريزولف ونعطيه هما مثلا تأكدنا خلاهم تو بس وتو خنزيل مبنكو لا قلنا ريزولف كونف يستعمل فيه سيرفيسز هو فايل يعني مش كونفجريشن فايل هو فايل بتاع دينس المفروض ياخد طول من باك ياخد طول ليه تنحي كلاود فلير لانه يقرا في دي ان اس نيم عن طريق كلاود فلير كلاود فلير اللي حاطه هنا في الانترفيسز وين حاطه كلاود فلير؟ هو في ريزولف كونف ريزولف كونف هادي عشان ندخل هذاك يعني هادي هذا هذاك شنو الفرق؟ مفيش فرق اخيرا بنكس انا قطعت 8 كان يجرب كان يحاول ما وصلش فيه يمكن نت ضعيف كان ما كان ما خداش شيء يشوف شنو يصير مش حجرب بكره طول حيعطيك له طول ما في فرق لما هو يدور والنت ضعيف وفي فرق هذيك يدور ممكن النت ضعيف يمكن فصل ما كان ما عرفش شنو صار ايش اقول لا خير اسرع والله شنو الفرق؟ اعطيني هل في نت اصلا 100 ولا لا؟ ما فيش لا ديستنيشن هوست ان ريتشبل من راوتر هوا اخر راوتر وصل فيه نت هوا وصلنا فيه نت ما فيش بقى واحد من هذا الكمبيوتر هذا نفسه مش نفسه 22 يعني هي توي تاني هذا قصدي فصل النتورك بتاع الجيست الهوست مش هذا الاي بي بتاعه الهوست هنا اي بي راوت الويندوز هذا الاي بي بتاعه هذا نتورك ادابتر اللي معلومه ما بين ال هذه داخل ال يعني هو الويندوز ما خصهاش واي فاي تو خلاص تفصل واي فاي خلاص 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 اوكي توجه في نت كده جوجل دي هذا جوجل تخدم تو جوجل دي نتاع انستول ما عندكش سورسز الا سورس بتاع مش عدل زي المره فاتت لما اخذنا سورسز بتاع الاب اب سورس مش عارف مش عمرك نزلت برنامج في واحدة ممكن درت لها ابديت ما درتش ابديت شو نزل؟ سورس ليست هو نفسه ما عنده في شيء بس ما عندكش انا شو قلت لك سورس ليست هذا هو بنديره نخش هنا بندور سورس ليست ولا ديبيان سورس
configure net sources. VATC app sources that list. بدي كنترول ار لما تبي تبحث في الهيستوري بتاعك. عندي برنامج اسمه ريزيرف كول تو ما نزلت برنامج هو غير لي الريزولف كونف عشان فيه فصل ملف هو قال لك دو نوت اديت ذس فايل باي هاند دايناميك ريزولف كونف تو الفايل فور جيلب ريزولفر جيلب سي ريزولفر جنريتد باي ريزولف كونف دو نوت اديت ذس فايل باي هاند تشينجز ويل بي اوفر ريتن كابيتال تو عندك هو اللوكال ادرس هنا هو السيستم دي ريزولف ستوب ريزولف يعني هو كان في انترميديت سيرفرز بيننا وبين سيرفرات الدينس تقدر دي ريزولف سي تي ال ستاتس تو سي ديتيلز اباوت ذا اكشوال نيم سيرفرز ستيل ما عنديش هذا ما مشيتش anyway نعطيني نبي نشوف هل نقدر نغيره من انترفيس ولا لا عندنا هنا نيم سيرفر بتاع جوجل name or service is not known. Thank you.
اوكي ففي ستيب ثانيه ضروري ندير اي اف اب ليش صور قبل هناخد ال اسم الانترفيس شنو طريت ندير؟ طبعا زي ما تشوف في السلايد مكتوب ضروري يكون في ريزولف كونف انستولد وضروري تيوز اي اف اب ولا اي اف داون للدير كونفجريشن. انا اي اف اب وداون موجودين من قبل عندي في السيستم، لكن انا الانترفيس كانت اب اوتو، كنت ضروري ندير اي اف داون لاسم الانترفيس الكوماند هو، وبعدين درت اي اف اب بعدها بدا ياخذ في كونفجريشن من غادي. فنجربوا نخش على اي تي سي Network Interfaces ونمسحو DNS Name Server Entry ولا Stanza، وبعدين ندير System CTL Restart Network. أول ما ندير Ping Google مفروض ما في شيء، إلا كان في مكان ثاني تبع ReserveConf، في مكان ثاني تبع ReserveConf. لحظة بس، وانت كنت تقرا من PC Resolve في مكان تهدى في الثمانية في الثمانية شوي بس، هو فيه نيم سيرفر هنا خدير عطرنانه بس خيبان هو تقريبا اختاها من هي زادها بعد ما نزلتها في الانترفيس فايل، هو ياخذ من الانترفيس ويحط فيه هنا، لما بتعدل هنا بيدي لأوبريتن ممكن تاني. فأنا شو نبي ندير، نبي كمان ما عنديش هنا بتاع ستاتس في كوماند اللي هو ريزولف سي تي ال ريزولف ما عنديش، نبي نشوف حاجه بس
في كوماند اسمه ريزولف كونف داش يو فرود دين ابديت بدير ابديت لل ريزولف كونف اون داتابيز نيت ابديت داتابيز ابديت داتابيز نعم بيدير قال دونت ما استعد بالهاند هو بيدير اوفرايت يمكن هو على طول بيدير فاير واتشر بيدير ديتكت وبيدير ريرايت مره ثانيه يمكن المهم ما هي مش حاجه يعني المفروض ديرها يمكن تمشي لك ما ديرهاش يمكن تمشي مؤقتا تغير روح انت ابديت يو هاف تو كول ات وذ داش اي ولا داش دي انت هابس بيهايند ذا سين وين ران اي اف اب واي اف داون احنا درناهم سنون لي ازت اني اذر تشينج تو اكتيفيت ذا تشينجز ذا نيس يو هاف تو اي اف داون ذا انترفيس اند اي اف اب اجين اور يو كان ريبوت You have to make changes to interface without IF down. If you are administering the machine remotely and have it to be connected, then you can achieve the same result by running resolve conf directly from the command line. It requires a bit more knowledge. Therefore, resolve conf. Just been installed or about to be installed, which is previously relied on the static file. The name server information, and that static file, which is to say the information on the same server domain search and sort list, should be migrated to the appropriate IFA stanza, just as described. Options, which is to say any option lines, which be migrated to. And if your options are native, put them for resolve conf to the D/slash page. فهمت منه يعني هو احتمال ما يعطيكش فاضية ضروري تحط حاجة بس يحطها مكانها أو إنك تدير ريبوت فبنجرب أنا بندير له ندير له دينيس نيم واحد تاني دينيس نيم سيرفر إن شاء الله بنديره له IF down ندير له IF up زادها معاه زادها فوق الواحد فما نعرفش في المسح ما فيه ليه سيناريو معين نبغى نقرا عليه لكن لما نضيف حاجه غادي يدير لها اف داون واف اب يزيد فهنا ويضيف الدينس نيمز لكل الانترفيسز يعني ما تقدرش حسب فكرتي هنا ما تقدرش تدير مثلا دينس نيم لكل دينس نيم سيرفر لكل انترفيس بروحة مع انك انت تقدر تحطه في الانترفيس هو هذيك تقدر نفتح دينس عن طريق الانترفيس وتمسح منه المفروض فيه كيف لكن لتو ما لقيتهاش كيف في شكلها فيه حاجه ثانيه تضيفها باش يولي يمسحها ممكن ريبوز يمكن ريبوز جربنا وما مسحتش لكن زيادة زادت.
لما يدير اي اف داون واي اف اب. احنا لما تجي تشبح في السلايد في السلايد بتاع الكونفجريشن سلايد 13 بتاع دينيس كونفجريشن ثاني نقطه اف ريزولف كونفيدنت از انستول اند يو ار يوزن اي اف اب داون تو كونفيجر يور انترفيسز then you can use the DNS name server entries in the appropriate stanza in slash etc slash network slash interfaces. يعني عندك those prerequisites إن عندك تستعمل في IF up down وتستعمل في resolve conf في البرنامج مش resolve conf file. your chains will be overwritten. will be overwritten. بس. لا كان انا هنا تو هنا بكتب اي حاجه يدير اوفريتن هذه الفكره هذا يخسر لا ما احنا مشحنا تو مشحنا بيتفاد انا نزيل الريبورت مشحنا عادي جاء مشحنا هنا عادي ما رجع الدرج لما نمسح دير روتين بيناتهم. موضوع هذا موضوع نتوركينج. يعني انت لما تعرف بالضبط انت بتدير في نتوركينج ديرها هنا. انت هنا تقدر تحط اي بي ادرسز وجيت ويز وتقدر تدير روتين. فانت يعني كيف تحسبها براسك كيف تبي تدير بعدين تطبق هنا. يمكن احسن تدير روتر لكن لينكس حتى هو يمشي روتر عادي. بجميع حاجات تقدر في روتر تديرها هنا. عن طريق الاي بي تيبل. تفكر في سيناريو معين تحسبها براسك تندار لك تدار كله يندار. طبعا السيشن هاي عطلنا هلبة في كذا هيكاب صارت يمكن احنا نديره المرة الجاية ان نعود السيشن هاي احسن من المرة الاولى بيتبع له انه بيطول الكورس سيشن تاني يقول لي 9 سيشنز كانت ثمانية عندنا مشكلة في اللابتوب هو مشاكل شوية ثانية ان شاء الله لحد نعود شو بدك يعني يوم الاحد باذن الله نديروا تفكير في الموضوع هو ونديروا نفس الشيء في سيستم دي نتورك دي ورد على الاستفسارات الثلاثه هما اللي ما جاوبكمش عليها اليوم وكان عندك استفسار ثاني سجل معاهم انا بعتوك بدورك الاستفسار